السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله حنستكمل موضوع هرمونات الغدة الدرقية، ونستكمل الآن Synthesis of Thyroid Hormone، كيف وما هي آلية تكوين الهرمونات الغدة الدرقية. بداية، هرمونات الغدة الدرقية اللي هي T4 و T3 عشان تتكون داخل الكولويد الخاص في الأسيناي أو الفولكلر ثايرويد فولكلر، لابد من مرورها بعدة مراحل. أول حاجة أيودين فورميشن، ثيروغلوبين فورميشن، أيدونيشن، كوندنسيشن، ثيرويد هرمون سكريشن، ودي أيودونيشن. يبدأ بالمرحلة الأولى، هي مرحلة تكوين الأيودين. الآن الأيودين موجود كروماتيريال، هو الأساس في عملية تصنيع الثيروغلوبين، تمام؟ هو عملية الأساس الموجود في تصنيع الثيرويد هرمون، موجود في الطعام، في المأكولات البحرية، موجود في ملح الطعام، بيكون موجود على هيئة أيوديد، تمام؟ الآن اللي احتاجنا اليومي منه عبارة عن 120 ل 150 مايكروغرام أوف أيوديد، أو ممكن نحتاجها 1 ملي جرام أسبوعيا. الآن الأيوديد هو اللي بينتقل بطريقة أكتيفلي ترانسبورتد، وبيتم حجزه داخل الفوليكل، فموجود في الفوليكل 90 إلى 95% من الأيوديد الموجود في جسمنا موجود في الفوليكل. ليش؟ لأنه هو مكان اللي أكثر حاجة فيه إلى أيود، فنجد أنه الأيوديد بيكون موجود في الثيرويد سيل، موجود 30 ضعف من الموجود في البلد ستريم، إذا تركيزه في داخل الثيرويد سيلز أكثر ب30 مرة من الموجود في مجرى الدم. الآن الأيوديد بيبدأ عملية إفرازه إلى الكولون، إذن هو بيدخل من مجرى الدم إلى خلايا الفوليكل سيل، وبالتالي من الفوليكل سيل إلى الكولويد عبر الكونسنتريشن جراديان، يعني التركيز الأعلى إلى التركيز الأقل، فبالتالي ينتقل إلى الكولون. الآن في عنا إنزيم يسمى بيروكسيديز إنزيم، هذا الإنزيم موجود في قمة الفوليكلر سيل. هذا الإنزيم هو اللي بيعمل على أكسدة الأيوديد إلى أيودين، هو اللي بيعمل على أكسدته إلى أيودين، وهي الصورة اللي بتحتاجها الغدة الدرقية عشان تبدأ عملية تصنيع هرمونات. وهذا الكلام اللي هنحكي عنه الآن. الآن الأيوديد بيدخل إلى داخل خلية الثيرويد ويحجز داخل خلية الثيرويد جلاند، بيدخل إلى الفوليكل سيل، داخل الفوليكل سيل بيبدأ أنه يصل إلى الأبيكال أوف ذا سيل، إلى قمتها، وهناك في القمة موجود اللي هو هرمون البروكسيديز، عفوا إنزيم البروكسيديز اللي بيعمل على أكسدة الأيودين إلى الأيوديد إلى أيودين، وبيبدأ يغادر حسب تركيزه من التركيز الأعلى إلى التركيز الأقل ويصل إلى الكولويد. إذا محتاجين هذا الأيودين إنه يصل إلى الكولويد لاستكمال العمليات اللي بعدها. ثاني عملية أو ثاني خطوة هي عملية تكوين الثيروغلوبولين. إذا الأساس في تصنيع الثيرويد هرمونز وجود أيودين، ويكون عندي الثيروغلوبولين اللي هو البروتينات اللي بتبدأ عملية التصنيع منها. الثيروغلوبولين هو عبارة عن جلايكوبروتين بيتكون من 2 سب يونت، مولوكيولار ويت تبعته 660 ألف دالتون. طبعا بيتكون في الثيرويد سيل عن طريق اللي هو دخول الامينو اسيد من اللي هو الاكسترا سيلولار فلويد. اذا من الامينو اسيد يدخل الى خلايا الغده الدرقيه من اللي هو السوائل الموجوده حوالين من الاكسترا سيلولار فلويد، وبيبدا عمليه اللي هو ربط هذه الامينو اسيد وتكوين الثيروغلوبولين. الان بيخرج الثيروغلوبولين الى الكولويد بواسطه الاكسوسايتوزيس، اذا بيخرج من الفولكولار سيل إلى الكولويد بواسطة الإكسوسيتوزز على هيئة دروبلت. إذا هو بيكون موجود كيس أو جرانيولز أو حبيبات مليانة بالثيروغلوبولين، يخرج على هذه الهيئة إلى الكولويد. وأيضا هاي الدروبلت أو هاي الجرانيولز أو هاي الحبيبات تحتوي على ثيروغلوبولين بالإضافة إلى إنزيم الإنزيم نسميه الثيرويد بيروكسيديز. الآن الأمينو أسيد تبدأ عملية دخولها من الإكسترا سيلولار فلويد إلى الفوليكولار سيل، بعد هيك بيبدأ عملية التصنيع، بتكون الثيروغلوبولين. الثيروغلوبولين يغادر الفوليكولار سيل على هيئة دروبلت ويصل إلى الكولويد، بيكون هذه الدروبلت مليانة ثيروغلوبولين.
استعدادا للخطوة اللي بعدها. وهي الدروبلتس أو الجرانيولز المليانة ثيروجلوبين أيضا تحتوي على ثيرويد بيروكسيديز. الخطوة الثالثة هي عبارة عن عملية أيودونيشن، هي عبارة عن عملية ربط الأيودين بالتيروسين كحمض أميني موجود في الثيروجلوبولين، تمام، عن طريق إنزيم يسمى أيودينيز. هذا الإنزيم بيكون موجود أيضا في قمة الخلايا في الأبيكال سيل الموجودة. بعد هيك بيبدأ ربطها ربط الأيودين بالثيروجلوبولين في الكولويد. إذا في الكولويد بتبدأ عملية الأيودينيشن. إذا الأيودينيز إنزيم الموجود في قمة الفوليكل سيلز بيخرج إلى الكولويد وبيبدأ عملية ربط الأيودين بالتيروسين. الآن عملية الأيودين زائد تيروسين بفعل إنزيم الأيودينيز بيعطينا مونو أيودو تيروسين الـ MIT، وذرتين من الأيودين ترتبطوا بالتيروسين. طبعا هذا كله في الكولويد بوجود إنزيم الأيودينيز بيعطينا داي أيودو تيروسين. إذا منتج عملية الأيودينيشن تكون الـ MIT والـ DIT. الآن المرحلة الرابعة هي مرحلة كوندنسيشن أو كابلينج، هي عبارة عن عملية ارتباط الـ MIT مع الـ DIT أو اثنين مولوكيول من الـ DIT بيرتبطوا مع بعضهم. فنجد إنه الـ MIT مع الـ DIT لما بيرتبطوا مع بعض بصير لهم كابلينج بيكونوا T3، بينما مولوكيولين من الـ DIT بيرتبطوا مع بعض بيكونوا T4. الآن ليس كل الـ DIT والـ MIT اللي تكونوا بيكونوا هرمونات، بيكونوا الثيرويد هرمون. إذا في بعض منها يبقى على صورة الـ DIT والـ MIT لا يتحول الـ T4 و T3. فقط 25% من الـ DIT والـ MIT هي اللي بتعطينا هرمونات الثيرويد إجلاند. الآن أيضا في ممكن أنه الـ T3 يتكون من عملية نزع يود من هرمون الـ T4. إذا عن طريق الـ Deiodination بيعمل نزع لذرة يود من الـ T4، طبعا بيلزمها إنزيم دي أيودينيز إنزيم بتحول T4 إلى T3. المرحلة الرابعة المرحلة الخامسة هي عبارة عن عملية سكريشن، هي عبارة عن عملية خروج هرمونات الغدة الدرقية من مكان تصنيعها إلى مجرى الدم عشان تبدأ تصل إلى التارجت سيل ويبدأ الأكشن تبعها. إذا بعد ما تتكون الثيرويد هرمون تبقى مرتبطة بالثيروجلوبولين في الكولويد لعند ما يحدث لها عملية سكريشن. طبعا هرمونات الثيرويد هرمون بتكون موجودة بالكولويد محاطة ببيئة حامضية، وهذا اللي بيخليها انها موجودة على هيئة الدروبلت داخل الكولويد، تمام، تتحول الى دروبلت في الكولويد تسميها كولويد دروبلت طبعا، وتبقى مستعدة لوصول اشارة بتخليها تبدأ عملية السكريشن. هذه الاشارة هي اشارة TSH هرمون الثيرويد ستيمولاتينج هرمون الذي يفرز من الغدة النخامية من البيتيوتري جلاند، بيبدأ الآن يرتبط بمستقبلات موجودة على سطح الثيرويد بحفز عملية البينوسيتوسيس، هي عبارة عن عملية الاحتساء بنسميها انه تبدأ الابيكال سيل لا خلايا الفوليكولار سيل تبدا تاخذ الدروبلتس الموجوده اللي هي الكولويد دروبلتس الموجوده او محتويه بالثيروجلوبولين والهرمونات من الكولويد الى داخل الفوليكل. فبتبدا الان دخول هذه الدروبلتس الى الفوليكل سيل استعدادا لعمليه الافراز. الان اللايزوزوم بيبدا بانزيماته الحاله يندمج مع الثيروجلوبولين دروبلتس وبيبدا يكسر البيبتيد بوند اللي رابطه التي 4 والتي 3 بالثيروجلوبولين، وبتبدا عمليه تحرير للتي 4 والتي 3. الان التي 4 والتي 3 صار لهم عمليه ديسشارج فريل، بيبدوا يتحركوا من خليه الفوليكل سيل الى مجرى الدم بحريه، بيبدوا في مجرى الدم يرتبطوا مع البروتينات اللي حتنقلهم الى الخلايا المستهدفه. الان لما يبدأ عملية الستيميوليشن للخلية الثيرويد سيل بيبدأ عملية دخول للدروبلتس الموجود فيها هرمونات التي 4 والتي 3 ما زالت مرتبطة بالثيروجلوبولين عن طريق عملية البينوسيتوسيس، بتدخل إلى داخل الفوليكل سيل، وصلت إلى الفوليكل سيل بيبدأ عملية اندماج ما بين اللايزوزوم والكولويد دروبلتس، وبيبدأ عملية الانزيمات الحالة الموجودة في اللايزوزوم بتبدأ تكسير الروابط البيبتيدية، وأيضا موجود في الدروبلتس هذه موجودة فيها اللي هو الثيرويد بيروكسيديز، بيساعد أيضا على عملية تكسير الروابط اللي رابطة T4 و T3 بالثيرو أجلوبيولين.
تمام، وبيبدأ عملية تحرير تي في تي 4 والتي 3 إلى مجرى الدم، بيوصلوا إلى الدم وبيبدوا يرتبطوا بالبروتينات اللي هو الثيروغلوبولين أو الثيرويد بايندينج جلوبولين، استعدادا لعملية نقلها إلى الخلايا المستهدفة. الخطوة السادسة عملية دي أيودينيشن. زي ما حكينا سابقا ليس كل الدي اي تي والام اي تي بتدخل أو تستخدم في عملية تكوين التي 4 والتي 3، ما زال حكينا 25% منها هو اللي بيستخدم في تصنيع هرمونات الغدة الدرقية، بينما المتبقي بيبدأ عملية نزع اليود من التيروسين، فبصير عندي أنا أيوديم زائد تيروسين يعاد استخدامهم مرة أخرى، بعمل عملية ريسايكل يعاد استخدامهم مرة أخرى في عملية تصنيع ام اي تي ودي اي تي. الان الام اي تي والدي اي تي التي لم تستخدم في تصنيع هرمونات الغده الدرقيه يبدا عمليه نزع اليود منها عن طريق انزيم الدي ايودينيز، تتحول بعد هيك الى من ايودين من ايوديد الى ايودين عن طريق انزيم اللي هو البروكسيداز الموجود في الابيكال سيل، وبدا اعاده العمليه مره اخرى. اختصار لهذه الخليه، انا عندي الوحده الوظيفيه للثيرويد للثيرويد إجلاند هي الأسينايل أو الثيرويد فوليكل، بما تحتويها من خلايا كوبوديول وكولويدل والكولويد. الآن بتبدأ الأيودين يدخل من البلازما إلى الخلايا، وهي قمة الخلايا في عنا موجود البروكسيديز بيعمل عملية تحويل الأيودين إلى الأيوديد إلى أيودين. الأيودين بيصير عملية ديايودينيشن مع الثيروغلوبولين، بيرتبط اليود مع الثيروغلوبولين وبيعطينا ام اي تي ودي اي تي. الام اي تي ودي اي تي بيبداوا عمليه كابلنج، ام اي تي مع دي اي تي تي 3 بيعطينا دي اي تي مع مركب دي اي تي اخر يعطينا تي 4. الان بتبدا التي 4 والتي 3 يبقوا مرتبطين بالثيروغلوبولين، لما يجيهم ستيمولس من التي اس اتش بحفز عمليه الريليز تبعتهم عن طريق فينوسيتوسيس من الكولويد، وبيبدا عمليه اندوسيتوسيس اللي هي الخليه الكوبوديال سيل او الفوليكل سيل، تعمل عمليه اندوسيتوسيس الها من الكولويد الى الخليه، وبعدها تتحرر من الثيرو جلوبولين وبيبدا يغادر تي 4 وتي 3 الى مجرى الدم ويرتبطوا مع البروتينات الناقله. بنأكد على انه كل هرمونات الغده الدرقيه تتكون في الكولويد، في تجويف الأسينايل في الكولويد، وحكينا إن الكولويد أيضا يعتبر مخزن لهرمونات الغدة الدرقية من فترة ما بين شهرين إلى 3 شهور. بيكون هيك انتهت لقاء اليوم، إن شاء الله نجدد اللقاء بمواضيع أخرى متعلقة بهرمونات الغدة الدرقية.